يقول: هل يجوز للرجل الذي يرى أن الأكل من لحم الإبل أنه يوجب الوضوء، هل يجوز له أن يصلي خلف من لا يرى ذلك؟ أي نعم، لا بأس، لا بأس بذلك. الخلاف في الفقهيات، الخلاف في مسائل الفقه لا يمنع الإمامة والائتمام. كان الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم صلي بعضهم خلف بعض مع أنهم يختلفون في بعض المسائل. نعم.